داري لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. أليكول برافو سيدي. اليوم روينا بدينا الحريره والروينه ديال ليكول، بدينا الدخول المدرسي بما انه سيدي هذا العام عندنا غير لابتيت سيكسيون. الوغ شنو نقول لكم؟ واخا ما غنحتاجوش شي حوايج شريناهم حيت انا غنبدا معاها في الدار، واخا هي غتمشي ليكول مثلا عندها غير الانشطه، عندها شي حوايج بسيط، داكشي ديال لونش بوكس ايه غنحتاجوه، ولكن كاين شي حوايج اخرين اللي ما غتحتاجوهمش في ليكول، مي غتحتاجوهم في الدخول ديالي انا ديال السيو الاستاذه انا في الدار. غنبدا معاها ان شاء الله، هي ديجا كتعرف الالفابي، كتعرف كتعرف الارقام، كتعرف تهجى الحروف، كتعرف كلشي، مي غادي نزيد معاها هاد العام، غادي نطوروا القضيه ان شاء الله، غتمشي ليكول، غدير الانشطه ديالها في ليكول وكلشي، بيان سور كيكون عندهم كولوغياج، كيكون عندهم بزاف ديال الامور في ليكول، وكاين شي حوايج اللي غنحتاجهم انا وياها في الدار كيفما قلت لكم، غادي نشارك معاكم لي ديتاي كاملين ديال داكشي اللي شرينا لها. بما انه اول مره واول مره كنوجد هادشي ديال ليكول، واحد الفرحه زوينه وواحد الاحساس زوين، حنا كنشريو قبل اللي قلت لنا في المدرسه في عيد الميلاد في شهر 6 كنت خديت ليها كخطاب ديال النشاط المشكا، وكنا فرحانين بيه داكشي. ومن بعد ولينا فين ما كنخرجوا كناخذ لها شي حاجه سيرتو ديال لونش بوكس، حيت انا من النوع اللي ان شاء الله هذا العام انا وياش نجلس في الدار، انا غنكون خدامه ديجا الوغ ما غيمكنش كل نهار ندير لها نفس البوطه ديال لونش بوكس، غتكون ديجا في لافيسيل، غنخصني ضروري يكون عندي واجد البديل باش ما نبقاش كل مره نتسناها ليك تغسل، نتسنى وحده تغسل، نتسنى وحده تنشف، نتسنى وحده تبقى وتعقل، خاصني يكون عندي ضروري البديل يعني بزاف. غنشارك معكم اول حاجه اللي خديت ليها هما هاد لي لونش بوكس اللي كيكونوا بحال هكا. بلاتي سيدي يلا بلاتي يلا تيتي نبا يلا واخا هادي لي بوستي يلا صافي يلا صافي تنسالي. هنايا خديت لها هاد لونش بوكس هذا ديال اليونيكورن اللي ما كيبغيش يتحل حتى كيحلو هادي ما كنعرفش ما بغاش او اخيرا او تضر نفسي. جاب بحال هكايا في هادي ملعقة فرشي خلاها ملعقة فرشي فيها معلقة فرشي يلا سيدي واخا تيت. هنايا مقسومة بحال هكا، هادي هي الاولى وخديت ليها السيت ديالها مشات الشوم يلا تيتي عندها. قلت لكم هادي ديال النيكول خديت ليها السيت ديالها اللي كيجي معاها، كتجي هاد البواطه هادي ديال الماكله، خديت ليها هنايا هادو فيهم لاسيات، فيهم زلافه وفيهم مغرف كاس بحال هكا، باش ربما انا شك ان هادو غيطلبوهم اليوم في المدرسه باش لاتات الماكله ديالها تلقى فاش غتاكلها. ثاني حاجه فكرت في الايام ديال البرد اللي غنكون مثلا طيبه عدس لوبيا هكا شي حاجه تخانين شي حاجه مشويه الحوت اي حاجه طيبتها كيخصها ضروري تاكل منها زعما بنتي في المدرسه فوق الغدا. خديت لها وحده اللي كتسخن اللي كتبقى الماكله سخيخه، خديت لها هذه فيها هيلو كيتي كتبقى الماكله سيديال كتبقى الماكله سخيخه فيها داك الاينوكس من الداخل كتجي بحال هكا في هاد الجلده هادي باش متبردش الماكلة، فيها هادي على قبل سالاد شي صوص ولا شي حاجة، وفيها معلقة وفرشيطة هكا ديال الماكلة بطبيعة الحال شنو عمر؟ المعلقة والفرشيطة غندير لها غير بلاستيك حيت هادو أصلا ملي غيكونو سخونية هنايا ميمكنش، ألوغ هي إينوكس بحال هكا باش كتشد السخونية بحال لي كتكون في الماكلة. وهكا يا وقت البرد راه ضروري من حاجه سخيخه ما يمكنش بنتي تبقى نسيطه زعما تاكل غير حاجه بردين. فوالا هذه الشكل الثاني اللي خديت ليها، والشكل الثالث اللي هي هذه كنت خديتها لها من مينيسو بالنسبه لهادو بجوج خديتهم اليونيكورن اللي هو السيت ديالها كنت خديتهم غير من كارفور، وهذيك ديال هيلو كيتي من ساغا، وهذه خديتها من مينيسو عندها السميطه هذه ديال مينيسو
عندها هذه البلاصه هذه فيها الفرشيطه والمعلقه ديالها والموس. والمعلقه فيها الموس والداخل ديالها عندي مشكل مع هذه بواحد عندي مشكل معهم كامل والله غادي نمشي لماك باش تتيهم كاملين عندي مشكل معهم هذه كتجي كلها وحده بحال هكا بل هذه كتجي كلها وحده بحال هكا وكتجي بهذه العباده باش كتقسمي بها البلاصه اللي بغيتي مثلا غديري جوج ديال الانواع ديال الماكله كتقسمي بها الانواع ديال الماكله مثلا بغيتي ديري معنا ولا هنا وكتقدري ديري القياس اللي بغيتي فوالا هذا النوع الثاني النوع الثالث اللي خديت ليها كل حاجه اللي يشبه تكون ولا كل حاجه بنهار واحد بحال هكا النوع الرابع هذه مثلا غير نهار الاربعاء حيت ما كيكونش عندها لا غدا لا حتى شي حاجه كيكون عندها غير الكوتي ولا هكا شي حاجه خفيفه نهار الاربعاء هذه لشي كيك كاب كيك فان كيك بحال هكا تحب افيك نوتيلا ولا شي حاجه المهم سلاد هذه مفروقه على ثلاثه على هذا الشكل هذا مفروقه على ثلاثه وفيها معلقه فرشيطه موز كسيلي وفيها هاد الغلاقه هادي باش كتسد على الحاجه باش ما تخواش وديك الناموسه وهادي الشنيوه هاك هادشي راه كلشي ديالك غير بلاتي غير بالنسبه لهادي عندها هاد البلاصه هادي ديال القريعه الا كان زعما ضروري ما نصيفط ليها شي عصير ولا شي حاجه راه غندير لها القريعه ما كانش راه غادي ندير لها قريعه الماء حركه كتجي لاصقه فيها بالنسبه لهاد القرعي هادو ديجا شاركتو معكم خديتهم من ساكا كانوا ثلاثه وحده كبر وحده كتجي هنا كيجي لونش بوك كيجي بالنسبه للشكل تاع الخامس الخامسه هادي كانت عندها ديجا هادي كانت كتديها مع الروض اللي سجلتها في واحد الشهرين تقريبا وما بقاتش كملات فوالا هادي زوينه مي هادي كان عندي فيها مشكل حتى هي زوينه حتى هي عندها معلقه ديال الفرشيطه ديالها راه عندي تما في الكوزينه المشكل اللي عندي بهادي انها كتسيح الا كانت شي حاجه اللي فيها شي فاط ولا شي حاجه كتسيح ولكن زوينه عينتينا هادي شي حاجه هكا خفيفه زوينه بالنسبه للقراعي كنا خدينا هادو في عندهم الكبيره ديالهم وكاين هادي كاين بالنسبه لهادي بطبيعه الحال غتبقى العصير هادي هما وعندها ديجا هي عندها خدينا وحده اخرى ديال اليونيكورن مع هذاك الزيت تجيبي لها بوتي تكون ديال اليونيكورن ها هي الثلاجه هي الثلاجه لا بوتي ديال الميكرو هادي ديال ماشا ايميشكا درتها ليها مع الكخطب ديال ماشا ايميشكا لقيتيها يلاه كيف ما شنو خديتها خديتي لو جو هادي طقمتها ليها مع هاد السيك هذا ديال يلا بنات سيليا سيليا واخا ليستوا غير ليني ليستوا كنقراو غير ملي كنين يلا علي صاوب لك يلا خذي لي جو وفات الشغل نمشيو به في الدار اللي غادي نقراو به انا وياها كل نهار شنو غادي نقراو بحال تهيئ يعني هادي كنديرو فيها البروغرام ديالنا اللي غنمشيو به ان شاء الله في الدار غادي ندخل ليسيت هكا خاصة للاساتذة ديال التعليم الاولي وغناخذ من عندهم الدروس وناخذ من عندهم حتى البروغرام اللي كيمشيو به وغادي نخدمو بهاد لاجوندا هادي عندي هاد لاجوندا هادي حتى هي خديت عليها من بير كانو جابوه وحماقني هاد الديكور هذا فيه الما معرفتش كيدير ليكم ولا لا كيحمق كيحمق فيه كليبات الما
هذه خديتها لها حيت الكتاب ديالها اللي كنت كتكتب لها في الاثار شنو طرا في حياتها زعما من نهار تزادات وكيفاش تزادات وهذه وهذه وهذه. هذاك الكتاب واحد الوقت غادي يعني غادي يتلاح ولا غادي صافي قدام فهمتوني بدا كيقدام هذاك الشيء كله اللي عندها في هذاك الكتاب غادي نكوبي عليها هذا وغادي نخليها لي سيمانين. نمشيو دابا للقشوش الصغيورين بالنسبه للمنجارات هذه لقيناها في الدين ديال مافي ولصقات عليها سيدي يدير بحال الدين هكا. هذه خديت عليها انا على شكل خريطه على شكل كاس وفي نفس الوقت كيكون زهير خديتها ليها انا من كارفور. هذا الشيء غير باش نحفزها يعني باش تشوف حتى هي براسها ماشي كتمشي غير اللي كول غير كا زعما عندها لابتيت هذا العام ولكن تحس براسها حتى هي زعما راه كتقرا حيت انا في الدار غنستعمل معاها هذا الشيء. هادو خداتهم ديال هادو ستيلوات ودوك ستيلوات اللي كيعمروا هنا كاينين جوج ستيلوات لصقات عليهم لصقات عليهم في كارفور عندهم العماره ديالهم هنا كتبقى تعمرهم ومعاهم نتوما هادو غير لصقات عليهم وصافي ولكن غنستعملوهم انا وياها لي بوستيت بيان سيغ باش اي حاجه قرينا غنجبد لها واحد الطابلو عندنا واحد السبوره ديالها غادي نجبدوها دابا باش نعلقوها في البيت وغادي نخدمو هاد لي بوستيت باش اي حاجه قريناها ولا اي حاجه بغينا نعلمو عليها ونكتبو عليها شي حاجه نلصقوهم ونكتبو باش مننساوش وديما نبقاو مفكرين وحتى لي كلو غادي نتعلموهم منهم ان شاء الله. وهنايا الافكار ديالها هي داكشي بحال قبيله دابا جات كتقول ليكم صافي بوغ ليكول ومن بعد ليكول يعني بحال هكا اي فكره جاتنا نكتبوها ان شاء الله ونلصقوها في الطابلو باش نناقشوها من بعد انا وياها ونقراوها ونراجعو كلشي. بالنسبه للصباغه حاولت انني نشري لها الصباغه هذه ما شريتش لها الصباغه المائيه ديال الكومادات حيت ديجا هي صافي فاتت داك اللاج ديال الصباغه الاخرى ديال اللي كنت كنختار الصباغه ديال الغريفات. خديت لها الصباغه هذه ديال الشتاء باش تعلم ديجا هي كيعجبها الكولورياج كيعجبها يعني لا بانتور كتعجبها اون جينيرال يعني خديت لها هذه باش تعلم بها ومن بعد ان شاء الله غادي غير تلاقي بها مع البانسو بحال هكا غادي ناخذ لها الصباغات المائيه حيت انا كنخدم مع كولورياج وبيان سور حتى في المدرسه غدير لا بانتور والكولورياج لا المدرسه غيطلبوا لهم شي حوايج يقدروا يكونوا مخافين على هذا كما قلت لكم انا خديت لها شي حوايج غنخدم معاها بهم انا. هادو الملونات ولكن ماشي العجين هادو الملونات ديال الشمع الاقلام الابديه كيف ما كنقولوا هادو غتحتاجو في المدرسه. بالنسبه ل شنو مرسوم بالنسبه للستيلوات خديت ستيلوات كيف ما قلت لكم حيت انا غنتعامل معها كاستاذه الا طلبوهم لها في المدرسه غادي نعاود ناخذ لها واحد اخرى ستيليا سيل تو بلي مامون اغير غنعاود ناخذ لها واحد اخرى هادو انا هادو انا غنتعامل معها كاستاذه هي غتكتب بالستيلو الازرق وانا غنصحح ليها بالاحمر باش هكا غتعود من دابا شابا اليكول كاين دابا علاش كنتي لها تصحي لي بيت زعما باش دير معايا قوال لا 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 بالعكس بلونكو غير لصقاتي وخداته من عندي هادشي علاش خدينا ستيلوات انا شرحت لكم كل حاجه علاش اقلام الرصاص ديال الشوك واحد الرصاص واحد غنحتاجو في الدار وهنايا خدات هاد لي كريون ولا لي كولور هادو ملونة تي غنحتاجوهم يلاه واخا سيدي هادو لي كولور لي غنحتاجوهم في المدرسة ملونات غتقدر تحتاج هادو ديال الشمع وغتقدر تحتاج هادو اللي ما احتاجتهمش راه في الدار كيما قلت لكم عندنا ايكون وحدة اخرى في الدار يعني غادي نحتاجوها. هنايا خدينا قومة قومة هادي كنت خديتها لها سيباري وهنايا خديت لها مسطرة من دوك المسطرة باش ما تعرف ما والو وغنعلمها كيفاش تسطر بها وكيفاش نرسمو بها هذه يلا ستي حطي يا ستي يلا حطي يلا بالنسبه لهاد المسطره هادي غنعلمها حيت هي دابا كتعرف تريونغ كتعرف كاري كتعرف سيخ كتعرف كتعرف بزاف ديال الحوايج ديال الاشكال وهذه غنعلمها ان شاء الله ترسمها فوالا صافي خديت لها هاد لاغدواز هادي لوحه طابلو ولا واحد الشيء فوالا خديت لها فيها واحد الخيون ديال الهنايا
ديال مونامي وعندها المساحه ديالها هنا. هذه بالنسبه ليكم. بالنسبه لي كختار ديجا كنا خدينا لها هذاك ديال ماشاي مشكا، هذا خدا ليها بابا غانا بقى فيه الحال. دابا انا كختار الاولى اللي خديت لها انا، هو من بعد بقى فيه الحال قال لي خدا لها هذا كيشعل فيه الضو. يلا شفتو ما كتشعل ما كيشعل فيه الضو. معاه حتى هو لاتخوس ديالو ومعاه هذه ديال لونش بوكس. هو كبير هاد ديال سي سيو عام ولا سيو دو، ولكن دابا غتستعملو هي حاليا ما لا ما ندير باش تحس. هذا ديال ماشا ايميش كان ديجا صورتو لكم هكا بلا بلا ديال خصنا كي نخدمو لها هذا، يعني شفتو معنا ديجا لاتخوس ديالو ها هي ومعاها حتى هو الصاك ديال ماشا وحتى القرعة ديما ديال ماشا. شنو بغيتي؟ شنو تيم بوكو ماشاي ميشكا ولا مينيما؟ شنو بغيتي؟ يلا اختاري. مينيما. ميتي ماوس يا بابا. إيوا هذا مكان بدينا الحريرة، بدينا نقولو بسم الله إن شاء الله تدخلو لبلاصتي وجدنا شحال من حاجة. بالنسبة للحويجات بيان سيغ راه ما شاركش معاكم. ما شاركش معاكم. بالنسبة للتقدية ديال ليكول إن شاء الله نصورو فيديو هادي ياك. التقضية ان شاء الله ديال ليكول غتكون في هاد الايامات هادي باش غادي نمشيو نتقداو ليها اي حاجة غنحتاجوها لونش بوكس. غنشارك معاكم واحد البروغرام اللي غنديرو باش نمشيو ان شاء الله شهر كامل، لا من ناحية الخبز لا من ناحية الانواع ديال المعجنات، الانواع ديال الحاجات اللي غتاكل كل نهار واللي غتدي معاها في لونش بوكس كل نهار. غنديرو ان شاء الله بروغرام باش نمشيو به، ما غاديش نطيب غير لي كان وصافي. خصني ندير لها بروغرام باش تبقى تاكل كل نهار في المدرسة ديالها، داكشي يكون اليوم صحي. وهذا ما كان احبابي، نتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم وتسرق زيت تاعكم. الله الزين هادي الزين زين يا انا يلا غني لي غني لي الزين زين يا انا زين 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 عينا 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 تاكلتهم بعدا ما نسيتيهاش. ايه مامي وكلتهم كلتهم كتقولها كلتهم على خالتي. سميتها؟ قولي كلتهم؟ 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 سيا لا قولي كلتهم؟ كلتهم 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 زين ديالي الحب. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال ما كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتهلاو لي فراسكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي غدا. فيديو كبير عليكم. باي باي. في غرو بيزو سيليا، ان غرو بيزو فيك ماما.